I work in Cairo this week. I am understanding this grammar now. سمعت تاني كده. I work in Cairo this week. I am understanding this grammar now. الجملتين دول فيهم اخطاء جراميه، ايه هما؟ تعالوا كده نشوف اول واحده واللي هي ايه. I work in Cairo this week. ما ينفعش اقول I work in Cairo this week في اللغه العربيه، معناها ان انا ايه شغال في القاهره الاسبوع ده. ليه ما ينفعش هنا استخدم المضارع البسيط؟ هنا لازم استخدم المضارع المستمر. لو انا بعبر عن حاجه مؤقته بتحصل دلوقتي يبقى لازم استخدم المضارع المستمر. فالعبارة الصحيحة اللي هي I am working in Cairo this week. ما ينفعش تستخدم المضارع البسيط. هديك مثال تاني. I am visiting my mother this week. يعني الأسبوع دهوت أنا بزور أمي. يعني دي حاجة بتحصل وقت الأسبوع دهوت، فعشان كده بستخدم المضارع المستمر عشان أعبر عن حاجة مؤقتة بتحدث الآن، بستخدم المضارع المستمر. والتكوين الصح للمضارع المستمر اللي هو am او is او are زائد الفعل زائد ing. احفظه عشان ما تنساهوش. تعالى كده نشوف الخطأ الثاني وجملة بتقول ايه. I am understanding this grammar now. يعني فاهم الجرامر الوقتي. في اللغة الانجليزية لو احنا بنعبر عن حقيقة او حاجة يعني بتعبر عن شعور، سواء كان الفهم او الادراك او الرؤية او السمع، ما ينفعش استخدم المضارع المستمر، لازم استخدم صيغة المضارع البسيط. فعشان كده الصح بتاعها I understand this grammar now. اوعى تستخدم ing مع understand او listen او hear او know او smell او see. اوعى تستخدمها عشان دي بتعبر عن حقائق ومشاعر وحواس، فلازم دايما بستخدم معاها المضارع البسيط. هديك مثال تاني كده. I see him now. ما ينفعش اقول I am seeing him now. ما ينفعش في اللغه الانجليزيه، يعتبر خطا. وده يعتبر نهايه الدرس. لما تمشي اعمل لايك كبير وقول لي لو عندك اي خطا جرامر حطه تحت، وان شاء الله بعمل لك حلقه خاصه عنه. Thank you so much. Like, share with your friends, and ان شاء الله see you next time.